مرحبا. من خلال حلقات المنقوشة حكينا عن مراحل مختلفة من تاريخ سوريا السياسي والاجتماعي والفني والثقافي. بالنص الثاني من القرن التاسع عشر انطلقت النهضة العربية، وكان أول جناح إلها ببلاد الشام، سوريا ولبنان، وجناح الثاني بمصر. وخلال فترة النهضة برزت أسماء كبيرة لكتاب وأدباء وفنانين ومفكرين، وتأسست جمعيات سياسية بتشبه الأحزاب. ومن أبرز المفكرين السياسيين بهداك الوقت كان عبد الرحمن الكواكبي وساطع الحصري. أما الصحافة فتأخر ظهورها بالوطن العربي لسنة 1831، وكانت أول بوادر الصحافة السورية سنة 1865، وقت أصدر الوالي العثماني بدمشق جريدة رسمية باسم سوريا باللغتين العربية والتركية. وبسنة 1867 أمر والي حلب بإصدار صحيفة رسمية باسم غدير الفرات، وبعدين تغير اسمها للفرات، وكانت هي الصحيفة هي الصحيفة الرسمية، وصدرت ببداياتها بثلاث لغات، عربي تركي وأرمني، وبعدين صارت تصدر بس بلغتين هنن العربي والتركي. وهي الصحف يلي كانت تصدرها الحكومة العثمانية توقفت بالشكل الطبيعي وقت طلعوا العثمانيين من البلاد العربية نتيجة خسارتهم للحرب العالمية الأولى. بس كمان خلال فترة الحكم العثماني صدرت صحف سورية بطابع وطني، شكلت بذرة من بذور النهضة العربية ومقاومة سياسة التتريك، وكمان مقاومة سياسة الاحتلال العثماني بهداك الوقت. وأول صحيفة سورية غير حكومية صدرت بحلب سنة 1877 كان مؤسسها المفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي بالاشتراك مع هاشم العطار، وكانت بتحمل اسم جريدة الشهبة. بس كامل باشا والي حلب بهداك الوقت أمر بتعطيل الصحيفة عدة مرات، وآخر مرة أمر بالإضافة لتعطيلها بالحجز على مطبعتها وإنها تنحط تحت رقابة الولاية العثمانية. ليش؟ لأنه الصحيفة كانت عم تدعو للإصلاح وعم تنتقد سياسة الوالي وموظفي الولاية. بس الكواكبي ما استسلم قدام السلطات العثمانية وقرر يكمل المشوار، فأصدر سنة 1879 صحيفة أسبوعية حملت اسم الاعتدال، وهالمرة ما كانت باسمه، كانت باسم تاني لمواطن عربي اسمه سعيد ابن علي شريف. بس كمان صحيفة الاعتدال توقفت بأمر من الوالي جميل باشا لخطورتها بنظر الحكومة العثمانية على الأمن العام. وعلى فكرة عبد الرحمن الكواكبي كان محرر كمان بجريدة الفرات لمدة 22 سنة لوقت توقفت الجريدة سنة 1922. وهيك بلشت الصحافة السورية مع صحيفة الشهبة وصحيفة الاعتدال كصحافة وطنية حرة قدرت تتمرد وتغرد خارج سرب الوصاية العثمانية، وحاربت بإخلاص بسبيل التحرر من العثمانيين وتحقيق النهضة العربية.